لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال باب الأذان: الأذان لغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله. وشرعا الإعلام وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الشيخ العثيمين دائما يحب يقول التعبد إلى الله، لأنه عشان يقول إنه إيه؟ عبادة. وكان فرضه بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، وقد وردت أحاديث تدل على أنه شرع بمكة، والصحيح الأول إن هو إيه السنة الأولى يعني. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر. فذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني تربيع 4 مرات. قال: بغير ترجيع، والإقامة فرادة، اللي عنده هاتف يعمله صامت، إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث، أي وذكر الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. سبب الحديث والأشياء دي كلها مش محتاجة شرح مني، صح؟ ننتقل للجزء الفقهي كما تعودنا. قال: الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلاة. مشروعية إيه؟ كلمة واسعة تشمل المستحب والإيه؟ والواجب، مش كده لسه هيقول. دعاء للغائبين ليحضروا إليها، ولذا اهتم صلى الله عليه وسلم في النظر في أمر يجمعهم للصلاة، فهو دعاء للصلاة وهو إعلام بدخول وقتها أيضا. واختلف العلماء في وجوبه، ولا شك أنه من شعار أهل الإسلام. كثير ممن قالوا أنه سنة أرادوا بها الوجوب، يعني الأحناف كثيرا ما يطلقون في الأذان صلاة الجماعة السنية ويرون الوجوب، والله تعالى أعلى وأعلى، ويكون سنة هنا بمعنى الواجب. جمهور الفقهاء أطلقوا أن الأذان سنة، وشيخ الإسلام يرى أنهم لما قالوا أنه يقاتل من تركها كأن الخلاف بينهم وبين من قال واجب قريب إلى اللفظ. هذا كلام شيخ الإسلام بالنص أو قريب منه، يعني إن يقول هم قالوا سنة ورجعوا قالوا اللي يتركوه يعملوا إيه؟ يقاتلوا. واضح كده ولا؟ لكن الحنابلة صرحوا قالوا فرض كفاية الأذان والإيه والإقامة. وبلا شك إن هو واجب كفائي، والله أعلم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، الأوامر كثيرة جدا، وما من سلاسة لا تقام في الصلاة ولا يؤذن إلا استحوذ عليهم الإيه الشيطان. يبقى يعني معنا أدلة كثيرة تدل على الوجوب، والله أعلم. وطبعا في مواطن كثيرة مثلا عند الأحناف ما نلزمش في المسألة دي، ولكن نقوله مثلا إيه، وهو قال سنة أي أن وجوبها ثبت بالسنة. ممكن نجيب لفظ كده بالضبط، وجوبها ثبت بالسنة. في بعض أماكن يقول كده، يقولوا لا خلاف في العبارة، ولكن قصده أن الوجوب ثبت بالسنة وليس واجب وليس إيه، مش لازم المسألة دي. يعني مثلا هنا بقول وتسميتها سنة، كان بيتكلم عن مسألة إيه حاجات بيتكلم هنا في الهداية، بيقول وتسميتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة. فمش كل حتة هتلاقيها في موطن سنة يبقى معناها إيه مستحب، ولكن لا، ده هو ساعات بيقولوا كده ويقصدون أنها إنما إيه ها وهكذا. بيقول ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا، يعني بيتكلم في سجود السهو في حاجات معينة يعني، تمام. وعايز يقول إن ده كلمة سنة هنا إن وجوبه ثبت بالإيه بالسنة، مش عايز بس أوسع في دي، لكن دي مواطن كتيرة بذكروا الكلام ده. وإن كان الأذان نفسه سنة بس رجعوا قال الأحناف، رجعوا قال إيه هو صح مش فرض، بس لو تركوه يقاتلوا. ليه؟ لأن تركه يشعر بأنه هو إيه متهاون، فعشان كده ابن تيمية يقول قربوا من الآخر أنه إيه واجب. وأنا أشعر في الحقيقة أن المتأخرين بيظلموا المتقدمين، أن المتقدمين كتير يقولوا سنة ويقصدوا بها الإيه السنة بمعناها الواسع، يعني ما سنها الرسول صلى الله عليه وسلم بغض النظر وجوبها وإيه. محتاجة شرح سلفي الكتب الأحناف حقيقة في حاجات معينة، وإلا ففعلا في حاجات يعني زي ما الإمام مالك ابن القيم جاب له نقولات كتيرة جدا، أكره ويذكر معها ربا، أذكر ويذكر أكره أكره، مع إن حاجات إيه محرمة قطعا. يبقى أكره دي ما ينفعش تقول تنزيه، طبعا يبقى أكره هنا بمعنى حرام، بس تورع ورع في اللفظ، انه مش عايز يقول كلمة ايه ولا تقولوا لما تصفوا لسانتكم الكذب هذا حلال وهذا، فكم من ورائهم ان هم يقولوا ايه اكره. وكذلك احمد في نصوص كثيرة اكره
ويبقى المراد عند أصحابي كلهم فاهمين أنه يقصد أنها إيه؟ حرام. فهي مسألة المصطلحات دي مهمة قوي، إن إحنا ما ناخدش مصطلح متقدمين ونبينه ونفسره ونشرحه بفهم الإيه؟ لا لا ما بشرحوش. نعم. يقول بسرعة، أنا أخطأت إن أنا أخدت وقت ياما قوي. قال: واختلف العلماء في وجوبه، ولا شك أنه من شعائر الإسلام ومن محاسن ما شرعه الله، وأما وجوبه فالأدلة فيه محتملة وتأتي، وكمية ألفاظ قد اختلف فيها، يعني كام. وهذا الحديث دل على أنه يكبر في أوله 4 مرات، وقد اختلفت الرواية، فوردت بالتثنية، يعني يكبر في الأول كم مرة؟ 2 في حديث أبي محذورة في بعض الروايات، وفي بعضها بالتربيع أيضا. فذهب الأكثر، وكلام ابن تيمية أحسن كلام، إن كل ده جائز، وإن دي من الإيه؟ العبادات اللي خلاف تنوع، عبادات ورد على هيئات، يبقى إيه؟ وده كله وارد، هنقول ده ما ينفعش. إزاي ما ينفعش؟ وقد فعل على عهد صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب الأكثر للعمل بالتربيع لشهرة روايته، ولأنها زيادة عدل فيها مقبولة، ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع. هو مش كده، هو الحديث لم يذكر فيه الايه، بس في احاديث ثانيه فيها الترجيع، نقول الشهادتين سرا ويرجع ايه، وكل الهيئات دي صحيح. يبقى انا معايا دلوقتي ايه، 15، الاربعه في الاول صح، لو 2 في الاول بقينا كام؟ هتقل جمله، مش كده ولا لا؟ انتوا فاهميني ولا ايه؟ طيب يبقى كده بقت 13 الجايه معاكم ولا لا؟ طيب 15 ده الحنبله اللي هو الاذان صح، لو حطينا الأربعة اللي هو بقى الترجيع بقت كام؟ 19. حلو. ولو نقصنا 2 رجعت بقت كام؟ 13. دي كلها صيغ للإيه؟ طب ينقل على الإقامة، عند الحنابلة 11، عند الأحناف الإقامة زي الأذان، بس هتزود عليها كمان قد قامت الصلاة كم مرة؟ بقت 17. وكل ده وارد، بس مالك قال الإقامة 10، قد قامت الصلاة كم مرة؟ مرة. دي اللي مش قادرين نقولها، عشان الحديث أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ إيه؟ أمره أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة ها إلا الإقامة. فاللفظ ده هيقول إن الإقامة هتبقى قد قامت، قد قامت كم مرة؟ 2. والله أعلم. دي خلاصة اللي هيقوله بسرعة. قال: ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن قال انه غير مشروع عمل بهذه، ها، ومن قال انه مشروع عمل بحديث ابي محذور، وسياتي. ودل على ان الاقامه تفرد الفاظها الا لفظ الاقامه فانه يكررها، وظاهر الحديث انه يفرد التكبير في اولها، يعني الله اكبر، بس لا، هو هيفرده بالنسبه لمين؟ للاذان، ان الاذان كان كام؟ 4، فهيبقى بالنسبه لها ايه؟ ده الافراد. قال: ولكن الجمهور على أن التكبير فلا يكرر 2. قالوا: ولكنه بالنظر إلى تكريره في الأذان 4 كأنه غير مكرر فيها. فهمتم أنه إيه؟ قال: وكذلك يكرر في آخرها، ويكرر لفظ الإيه، ها؟ إيه يكرر في آخرها دي؟ أن أنت في الإقامة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يبقى كم مرة؟ 2، وده ما فيهاش كلام. ويكرر لفظ الإقامة تفرد بقية الألفاظ. وقد أخرج البخاري، يعني هذا صحيح، حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ها، إلا الإقامة، وسيأتي. وقد استدل به من قال إن الأذان في كل كلمات مثنى مثنى، ده إيه؟ معظمها، وإلا بلا شك أن احنا في آخر حاجة بنقول لا إله إلا الله كم مرة؟ 1. وأن الإقامة ألفاظها مفردة إلا قد قامت الصلاة. وقد أجاب أهل التربيع بأن هذه الرواية صحيحة، دل على ما ذكر، لكن رواية التربيع قد صحت بلا إيه؟ مرية، وهي زيادة من عدل مقبولة. فالقائل بتربيع الأذى التكبير أو الأذان قد عمل بالإيه؟ بالحديثين، يعني ما يلزمش إن عشان يبقى الإقامة وتر إن يبقى الأذان في أول الله أكبر كم مرة؟ 2. لا، هو وتر بالنسبة يعني لأن إيه؟ كأن جملتين جملتين، فالتانية بالنسبة لها إيه؟ واحدة جملتين مرة واحدة، مش جملتين 2. المهم كل ده وارد وما فيش مشكلة خالص. يقول: ولا يخفى أن لفظة كلمة التوحيد في آخر الأذان والإقامة مفردة بالإيه؟ بالاتفاق، فهو خارج عن الحكم بالأمر بشفع الأذان. قال العلماء: والحكمة في تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة هي أن الأذان لإعلام الغائبين، فاحتيج إلى التكرير، ولذا يشرع فيه رفع الصوت، وأن يكون على محل مرتفع، وقد أغنى عن هذا الإيه؟ المكبر، فإحنا بنطلع على مكان مرتفع عشان الناس تسمع، لكن مش محتاجين. قال:
بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين، فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها، ولذا شرع فيها خفض الصوت والحدر. إيه الحدر؟ الإسراع. وإنما كررت جملة قد قامت الصلاة لأنها مقصود الإقامة. وزاد أحمد في آخره ظاهره في آخر حديث عبد الله بن زيد هذا. الزيادة بقى زاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، هو ضعف دي، وإن كان قد ثبتت في أشياء أخرى مواطن أخرى. إذا أذنت الأول فقل. قال ابن خزيمة عن الأول الله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت الأول. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. يقول في شرح صحاب ابن السكن وفي رواية النسائي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح. حلو كده معايا ولا لأ؟ وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان وصح هذه الرواية ابن خزيمة. قال فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم يرحمكم الله، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت. طبعا الشيخ العثيمين اشتد جدا، كأن التثويب في الأذان الأول بدعة، وأن الأذان الأول ده ما اسموش أذان، بس الروايات بتدل على كده. وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبلال إذا أذنت الأول، ومعروف اللي كان بيقول الأول هو سيدنا بلال. المهم عشان كده ان بلالا يؤذن بايه، فتحط الروايات هيظهر بجلاء ان على الاقل ده الغالي الظاهر، يعني هذا الذي يظهر واضح انه كان في الاول. يقول واما الاذان الثاني فانه اعلام بدخول الوقت ودعوان الى الصلاه. ولفظ النسائي في سننه الكبرى من جهه سفيان عن ابي جعفر عن ابي معذور قال كنت اؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم فكنت اقول في اذان الفجر الاول حي على الصلاه الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم. قال ابن حزم واسناده صحيح. انتهى من تخريج الزركشي لحديث الرافعي. ومثل ذلك في سنن البيهقي من حديث ابي معذور انه كان يثوب في الاذان الاول من الصبح امر. طبعا الشيخ يقول لك الاذان الاول اللي هو الاذان العادي، لان الاقامه ايضا تسمى ايه؟ اذان بين كل اذانين ايه؟ بس ده خلاف الاصل صح، وده ما يتقالش في الفجر لان الفجر فيه اذان اول فعلا صح. الكلام ده لانه اضطر نقوله لما يبقى في الصلاه اللي ما فيهاش الا ايه كام اذان، فيتقال اذان اول يبقى نقصد الاذان غير الاقامه صح. ها ها يعني على الكلام ده ان هتبقى في الاول، انت ما قلتش الاول قول الاذان بقى. محتمله كده محتمله كده، هنعمل ايه لو ما فيش يبقى ساوب في ده. بس هو ليه حتى ما فيش اذان اول ليه كده ولا حتى قدام الباب حتى؟ ها شيء تاخده بيه ثواب السنه حتى يقول بصوته العادي كده قبلها بشويه لو الناس هتتبلبل. هو انت بتعمل ايه؟ مش انت بتاذن على النتيجه؟ ما هو ده الاول يا ابن الحلال. هتقول في الصلاه خير ونوم ما فيش كلام. ها التاني بقى يقوله بصوته العادي من غير ميكروفون. بعد تسعة لا صراحة لو انت عايز تاخد تبقى عملت الفريضة اللي هو الاذان في الوقت. لا الفريضة ان ده في الحقيقة المفترض في اذان بدخول الوقت، الاذان التاني ده عشان الناس تستعد بس. ها لو واحد قلبه بقه كده قدام الباب قلت على هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول الوقت، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول. ده بدعة بلا شك إن يطلعوا يقولوا إحنا هنخترع، واضح ولا لا؟ قال وإذا عرفت ذلك هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب هل هو من الفاظ الاذان او لا، ولا هو بدعه او لا، بدعه ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم عمله. ثم المراد من معناه اليقظه للصلاه خير من النوم، اي الراحه التي قلت معايا ولا لا؟ الصلاه قال التي اي الراحه التي يعتادونها في الاجل خير منها النوم اللي هو فينها في العاجل. يبقى الصلاه تبقى خير في الاخره من النوم اللي انت هتستريح فيه فين في الدنيا. ولنا كلام على هذه الكلمة أودعناها رسالة لطيفة. قال عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أول مرتين فقط أو الخمسة فذكروه مربعة، يبقى ورد باثنين ورد بإيه؟
بأربعة كل وارد. طبعا الشيخ الألباني صححه، بيقول في الشرح فذكر فيه التربيع أي في الشهادتين، ولفظ عند أبي داود ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، تخفض بها ها صوتك. قيل المراد أن يسمع من بقربه، وقيل الحكمة في ذلك أن يأتي بهما أولا بتدبر وإخلاص. لا، هيخفض الصوت ولا يتأتى كمال ذلك إلا مع خفض الصوت. قال ثم ترفع صوتك بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهذا هو الترجيع الذي ذهب جمهور العلماء إلى أنه مشروع لهذا الحديث الصحيح، وهو زيادة على حديث عبد الله بن زيد، وزيادة العدل إيه مقبولة. وإلى عدم القول به ذهب الهادي. أنتوا معايا ولا لا؟ يعني عايز يقول عندنا بيقولوا ما إيه، لكن عرفك إن زيادة العدل إيه ها مقبولة، فهو عمال يجيب اللي عندهم ويعمل إيه ويهدوا. قال وأبو حنيفة وآخرون عملا منهم بحديث عبد الله بن زيد الذي تقدم. بيقول واعلم أن ابن تيمية في المنتقى. مين ابن تيمية ده بقى؟ جد ابن تيمية. المنتقى ده اللي هو شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، المنتقى اللي هو منتقى الأخبار. طبعا بلا شك منتقى الأخبار دليل على أن جد ابن تيمية بحر، يعني جايب كم أحاديث في كل باب حاجة مهولة. لا مش اكتر، ده مفيش نسبة وتناسب. ها بلوغ المرام هيعمل مجلد الا شوية، التاني مجلدي، التاني كبير. لا كبير كبير، اكبر منه بلا شك، اكبر بكتير، يعني يوشك انه يكون ضعف. ما عدتش انا الاحاديث، هي البلوغ كام؟ 4000 ولا كام؟ 1900. لا ده الفرق ياما قوي. هيكون معدل 4. قال اعلم ان ابن تيميه في المنتقى نسب التربيع في حديث ابي محذوره الى روايه مسلم، والمصنف لم ينسبه اليه بل نسبه الى روايه الخمسه. المهم فراجعت صحيح مسلم وشرحه، فقال النووي ان اكثر اصوله، وبس عايز يقول ان المجد ابن تيميه قال ان ده فين؟ في مسلم صح؟ لكن ابن حجر ما نسبوش لايه؟ لمسلم. المهم راجع على صحيح مسلم والنووي. فالنووي بيقول اكثر اصولي فيها التكبير مرتين فيها. وقال القاضي عياض انه في بعض طرق الفارسي لصحيح مسلم ذكر التربيع 4 مرات في اوله، وبه تعرف ان المصنف اعتبر اكثر الايه؟ الروايات. وابن تيميه اعتمد بعض طرقه، فلا توهم المنافاه بين كلام المصنف وايه؟ وابن تيميه. ان ده وارد في النسخ وده وارد فين؟ قال ابن الاثير في الجامع بعد سياقات الروايات وذكر روايه التربيع في اوله، قال واخرج مسلم من هذه، واخرج مسلم من هذه الروايات يعني ايضا وليس بصحيح، فقد اخرج مسلم الروايه بتربيع التكبير في اوله كما ايه قررنا. عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان شفعه ويوتر الاقامه الا الاقامه، يعني الا قد قامت الصلاه، متفق عليه. ولم يذكر مسلم ها الاستثناء، يعني عند مسلم ويوتر الاقامه وبس، لكن البخاري الا الايه الا الاقامه. يقول فاختلف العلماء في هذا على 3 أقوال، إيه رأيكم؟ عرفتوا توصلوا؟ قال الأول للهادوية الله المستعان، فقالوا تشرع تثنية ألفاظ الإقامة كلها لحديث إن بلالا كان يثني الأذان والإقامة، رواه عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي. إلا أنه قد ادعى فيه الحاكم ها الانقطاع، وله طرق فيها ضعف. وبالجملة كلام جميل صراحة، لا تعارض رواية التربيع في التكبير رواية الإفراد في الإقامة لإيه؟ لصحتها. فلا يقال إن التثنية في ألفاظ الإقامة زيادة عدل فيجب قبولها، لأنك قد عرفت أنها لم تصح. يعني الصنعاني ميال إلى تضعيف كلام الهدوية، وإن التثنية في الإقامة ما إيه ها. وفي الحقيقة لما نقول التثنية دي روايات الصحيحين ها عكسها، مش كده ولا لا؟ تفهميني ولا ايه؟ طيب قال عموما لما هناخد بمذهب الاحناف ان الاقامه زي الايه زي الاذان، ما عدا قد ايه قد قامت، هيبقى ده يعني مش هيبقى يعني هيبقى فيه ساعه ان شاء الله. قال والثاني لمالك، وده القول الوحيد اللي هنسيبه في كل الاقوال. مش احنا عندنا دلوقتي هيئات كثيرة جدا، 4 في الاول او 2 في الاول صح؟ معايا ولا لا؟ وترجعه من غير
الترجيح كل ده ايه وارد. الإقامة اللي احنا نعرفها او الإقامة زي الأذان بس زيادة ايه قد قامت الصلاة والله أعلم. إلا قول مالك إن الإقامة كلها وتر حتى قد قامت الصلاة الوحيد عشان استثناء البخاري إلا وتر الإقامة إلا الإيه. قال لمالك فقال تفرض ألفاظ الإقامة حتى قد قامت الصلاة. والثالث للجمهور أنها تفرض ألفاظها إلا قد قامت الصلاة فتكرر عملا بحديث الإيه الثابتة. الظهر الأول ده مش كلام الهدوية لوحدهم بل هو كلام مين؟ ها كلام مين أيضا؟ الأحناف والله أعلم. فيها ساعة إن شاء الله. قال وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يقول قال الخطابي إسناد تثنية الأذان مفرد الإقامة أصحها أي الرواية. قال أصحها يعني أصح الروايات أي وعليه أكثر علماء الأمصار. بلاش الترجيح أنتوا معايا ولا لأ؟ يعني الدنيا إيه ها؟ وجرى العمل به في الحرمين والحجاز والشام واليمن وديار مصر ونواحي الغرب بس بلاد الأعاجم لأ. بلاد العجم كلها اللي في الشرق زي أبو حنيفة إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام. ثم عد من قال من الأئمة قلت وكان أراد باليمن من كان فيها شافعية المذهب وإلا فقد عرفت مذهب الهدوية وهم سكان غالب اليمن وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين. وقد ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان هل هو مثنى أو مثنى هل هو مثنى أو أربع أي التكبير في أوله وهل فيه ترجيح شديد أو لا والخلاف في الإقامة ما لفظه. هذه المسألة من غرائب الواقعات. والله كنت بقول كده في نفسي إن حاجة بتتكرر كل يوم رغم كده إن الأمة إيه اختلفت فيها. كنت واحد أفكر سبحان الله إزاي بتيجي دي ها يا حول. الواحد ما يستعجبش بقى إن حاجة مكررة ورغم كده إيه. وده اللي بيخلي الواحد يقول خلاف تنوع لأن مستحيل حاجة بتتكرر وواحد ينقل حاجة اختراعا يعني. المهم بيقول هذه المسألة من غرائب الواقعات يقل نظيرها في الشريعة بل وفي العادات وذلك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة يصاح بها في كل يوم وليلة 5 مرات في أعلى مكان. وقد أمر كل سامع أن يقول كما يقول المؤذن وهم خير القرون في غرة الإسلام شديد المحافظة على الفضائل. ومع هذا كله لم يذكر خوض الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها. ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين وفي الحقيقة المتأخرين هيبقوا كلامهم مأخوذ عن كلام اللي إيه اللي قبل كده. ثم كل من المتفرقين أدلى بشيء صالح في الجملة وإن تفاوت وليس بين الروايات ها تناف لعدم المانع من أن يكون كل ها سنة كما نقوله. وقد قيل في أمثالك ألفاظ التشهد وصورة صلاة الخوف صح صح. صلاة الخوف الإمام أحمد عنده أن كلها جائزة تمام ماشي. وفي بيقول أكتر وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه هنا وهنا فهدي صريحة بأنه ما التفش طبعا ما نصبر شيء وإصبعه في أذني. روى أحمد والترمذي صحيح طبعا صحيح والابن ماذا جعل أصبعه في أذني أيضا صحيح. ولا أبي داود لوى عنقه دي صريحة في أنه ما لفش كله إن الاستدارة كانت فقط بالإيه بالوجه أنتوا معايا ولا لأ؟ قال لوى عنقه وإلا لو كان بكل جسم مش هيلوى برقبته ده هيعمل إيه؟ هيبقى رقبته عادي خالص لكن لوى عنقه يبقى ما زال البدن إيه؟ زي ما هي بس الرقبة اللي إيه؟ قال الرواية دي من ابن حجر جميلة جدا. قال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وأصله في الصحيح في الصحيحين. قال الحديث دل على آداب للمؤذن وهي الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال. وقد بين محل ذلك لفظ أبي داود حيث قال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة. وأصرح منه حديث مسلم بلفظ فجعلت أتتبع فاه هنا وهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ففيه بيان الالتفات عند الحي على تين. وبوب عليه ابن خزيمة بقول انحراف المؤذن عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله عشان أتتبع إيه فاه. وقال إنما يكون الانحراف بالفم بانحراف الوجه. ثم ساق من طريق وكيع فجعل يقول في أذانه هكذا وحرف رأسه دماغه بس يمينا وشمالا. وأما رواية أن بلالا استدار في أذانه فليست صحيحة. واضح؟ يقول وكذلك رواية أنه صلى الله عليه وسلم أن يجعل أصبعيه في أذنيه رواية ضعيفة. عموما ثابت بقى جعل الأذن في حاجات ياما قوي مش كده ولا لأ؟ ولذلك نقل الإجماع على فكرة على سنية وضع الأصبعين فين ها في الأذن ده مستحب.
عن أحمد بن حنبل لا يدور إلا إذا كان على منارة قصدا لإسماع أهل الجهتين. على فكرة ده أحد القولين في المذهب. وذكر العلماء أن فائدة التفاته أمران، أحدهما أنه أرفع لصوته، صوته أعلى يعني، أظن دي فيها نظر شوي صح؟ هو صوته هو هيعلى صوته إزاي يعني، المهم ولكن ممكن يسمع جهة لم إيه ها لم يسمع. وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف أو ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه إيه يؤذن هذا في الأذان. وأما الإقامة فقال الترمذي إنه استحسنه الأوزاعي بس ما علاش دليل، لكن عموما ده اللي فات ده ممكن يقوي قول الشيخ ابن باز وغيره إن لو في الميكروفون مش محتاج يلتفت، يعني لو هي إيه هي مسألة فيها قدر من الاجتهاد، بس الشيخ ابن باز يميل إن هو لو دخل المسجد خلاص هو كده كده يعني الناس قاعدة ومش محتاجين يعرفوا إنه بيعمل إيه بيأذن، والتفاته في الميكروفون مش هيظهر فين يعني، التفاته في المسجد مش هيظهر في الميكروفون. هي اجتهادية وإلا فإحنا في الحقيقة ما فيش حد بقي الآن يصعد على سطح بيت، لأن المراد إن الصوت يعلى خلاص. عن أبي محذور الأذان خلاص آخر حديث ده إن شاء الله. وعن أبي محذور أن النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه صوته اسكت فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. مين اللي بيقول؟ ها مين اللي كان بيسأل؟ قول يا أمشي. لو قلنا لعلو الصوت هي دي فيها اجتهاد، لو قلنا لكي يكون أرفع يبقى مش محتاج. وعن أبي محذور أن النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه صوته، بس طبعا في البعض يقول لا يعملها عشان نقل الإجماع على إنه إيه سنة يعني. قال أعجبه صوته فعلمه الأذان. قال وقد قدمنا القصة واستحسانه عليه الصلاة والسلام لصوته وأمره له بالأذان بمكة، وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن إيه حسب، للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فإنه إيه أندى منك صوتا. وعن جابر بن سمرة ناخد دي بسرعة، قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. فيه دليل على أنه، لأن مع الحديث ده كده هنبقى كملنا 50 حديث بالضبط ده كده، على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، هو كالإجماع. وقد روى خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قياسا منهم للعيدين على، وهو قياس غير صحيح، بل فعل ذلك بدعة إذ لم يؤثر عن الشارع ولا عن خلفاء الراشدين. ويزيد تأكيدا قوله ونحو في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره، يقول هنا أي وغيره من الصحابة. وأما القول بأنه يقال في العيدين عوضا عن الأذان الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، عندكم مشكلة إزاي؟ بالضم ماشي وممكن برضو بالفتح أي حضروا ها. طيب فلم ترد به سنة في صلاة العيدين فعلا، قال في الهدي النبوي اللي هو زاد المعاد لابن القيم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة أي صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل أو ألا يفعل شيء من ذلك، لأن كده شيء دي مش منصوبة صح؟ لو منصوبة كان في ألف، يبقى مش نقول ألا يفعل بل ألا إيه يفعل عشان يبقى نائب فاعل مرفوع. وبه يعرف أن قوله في الشرح، شرح مين؟ المغربي بتاع مين؟ الزيدية، سينسفه نسفا. ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه أذان كالجنازة الصلاة جامعة. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى هنا العيدين والجنازة عندهم هيقول ايه؟ لأن ما فيهوش أذان لا يشرع فيه، طالما لا يشرع أذان هيقول ايه؟ يبقى كل ما لا يشرع فيه الأذان عنده هيقول ايه؟ تاني بص كلامي، يستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه أذان، يبقى أي صلاة لا يشرع فيها إيه؟ أذان كالجنازة الصلاة جبيولي غير صحيح. الصنعاني عمل إيه؟ أطاح به إذ لا دليل على الاستحباب، ولو كان مستحبا لما تركه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير، ولا يصح فيه القياس، لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعل عليه الصلاة والسلام ففعله بعد عصره إيه بدأ كده شد جدا على الزيدية خالص، يعني بقول كده ده إيه بدعة. بس هنحط حتة يعني أنا شايف الكلام ده محتاج قيد، ولم يفعله
ففعله بدعة إلا أن يكون تركه لمانع. حد فهمني ولا لا؟ إلا أن يكون تركه لمانع. أيوه عشان نفهم كده، يعني ممكن يكون تركه المانع، فيبقى لما يزول المانع نعمل إيه؟ يبقى هنا في حاجتين، هو بلا شك هنا بيحط إيدينا على حتت، يعني عايز يقول لو لم يوجد السبب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد بعده سبب يقتضي هنعمله. تفهمني ولا لا؟ طب فاضل حتة ان وجد السبب وما ايه ما عملش، بس كان هناك ايه مانع، يبقى لما يزول المانع يبقى فعله مشروع. يبقى الكلام كان محتاج يتقال، بس ما وجد سببه في عصره ولم يوجد مانع من ايه من فعله ولم يفعل، يبقى كده هيبقى ايه بدعة، يبقى كده وجد المقتضي وايه وانتفى المانع، عشان تبقى العبارة عبارة ايه محكمة. فاهمني ولا لا؟ قال ولم يفعله ففعله بعد عصر بدعة، فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره. وهذا الذي يقوله الأصوليون والفقهاء، أن كما أن الفعل سنة فالترك سنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.